الفصائل العراقية المسلحة ضربت عمق إسرائيل صباح هذا اليوم بطائرة مسيرة مفخخة. التفاصيل بالكامل كانت قد نشرت من قبل وكالة رويترز، بالإضافة إلى أوساط إسرائيلية مهمة أخرى قد اعترفت بهذا الهجوم مثل الجيروزلم بوست وكذلك The Times of Israel، الذي جرى بأن صافرات الإنذار دوت بالكامل صباح هذا اليوم إيلات بسبب اقتراب طائرة مسيرة منها، وبعد ذلك سمعت أصوات الطائرات الحربية الإسرائيلية وهي تحلق فوق إيلات، وهذا يأتي بعد ضربة تمت بهذا الشكل على إحدى الموانئ الإسرائيلية كما تلاحظون. وإذا ما ألقينا نظرة على صورة أو هذا الاستهداف من صورة مقربة، سنلاحظ بأن مبنى معين هو الذي استهدف من قبل هذه الطائرة المسيرة، ولكن أيضا في نفس الوقت ستلاحظ هنا بأننا أمام سفينة حربية إسرائيلية موجودة بالقرب من هذا الموقع، وإذا ما اقتربنا من هذه السفينة ستجد بأن أنها متطابقة من ناحية التصميم واللون وكذلك الشكل من الفرقاطة الإسرائيلية ساعر 6. هذه الفرقاطة صنعتها ألمانيا مؤخرا وأرسلتها لإسرائيل، وإسرائيل نشرت 4 فرقاطات منها في البحر الأحمر من أجل التصدي لهجمات جماعة الحوثي التي دائما ما تأتي بالطائرات المسيرة وكذلك بالصواريخ البالستية أو حتى صواريخ الكروز. وهذه الفرقاطة ليست بالفرقاطة العادية، هي مجهزة بأحدث أنظمة الصواريخ الدفاعية، أنظمة رادار متعددة الأغراض والوظائف وهي متقدمة أيضا، وكذلك أنظمة الحرب السبرانية متوفرة في هذه الفرقاطة المهمة. وأيضا هنالك مهبطا كما تلاحظون للمروحيات ويصل سعرها إلى 557 مليون دولار. إذا ما دققنا أكثر بهذه الصور سنلاحظ بأننا أمام مبنى كبير نسبيا هو الذي استهدف من قبل هذه الطائرة المسيرة. ليس هنالك مباني قريبة إلى اليمين أو إلى الشمال من هذا المبنى على الأقل، وكذلك بالنظر إلى الفرقاطة هنا هذا يعني بأن هذا ميناء تابع للبحرية العسكرية الإسرائيلية كما هو واضح. وإذا ما أخذنا الصورة الأولى لهذا الموقع قبل أن يكون هنالك تقريبا بالتصوير على هذا الموقع الذي استهدف، هذا هو الميناء الذي طبعا استهدف، وبالتالي هذا الميناء قريب للغاية من الانعطاف هنا بخليج العقبة في إيلات كما تلاحظون في شواطئ إيلات، وبالتالي هذا الميناء هو الأقرب على الإطلاق من هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس لنتجه إلى القمر الصناعي لكي نفهم بالضبط أين جاءت هذه الضربة وكيف جاءت هذه الضربة وأي نقطة هي التي استهدفت من قبل الفصائل المسلحة العراقية كما تتحدث إسرائيل. هذه هي الانعطاف الموجودة في إيلات، هذه هي إيلات. نأخذ صورة وكأننا نحن من صورنا هذا الموقع بصورة أبعد نوعا ما، سترى بأننا أمام ميناء أول هنا وهذا ميناء ثاني، وهذا الميناء هو الأقرب لهذه النقطة التي تحدثنا عنها من هذه الانعطافة في هذه المياه. وعلى هذا الأساس يبدو بأن هذا الميناء هو الميناء الذي استهدف بهذه الطائرة المسيرة، وإذا ما اقتربنا منها سنجد نفس هذا المبنى الذي رأيناه قبل قليل. وأيضا إذا ما دققنا بهذه القاعدة قليلا ستلاحظ بأننا أمام قطع حربية بحرية إسرائيلية موجودة هنا، هذه هي الأولى، وكذلك نلاحظ بأن هذه هي القطعة الثانية كما هو واضح، وبالتالي هذا يؤكد لنا الكثير. إذا ما عدنا بالقمر الصناعي بتاريخه إلى مارس من عام 2022 ستلاحظ فجأة بأن إحدى فرقاطات ساعر كانت موجودة هنا في هذه النقطة تحديدا. لاحظ كل شيء متطابق مع ما نتحدث عنه هنا، وبالتالي هذا يطابق كل ما رأيناه. لنأخذ آخر صورة وأحدث صورة بالقمر الصناعي، نلاحظ بأن هنالك زورق، نأخذ 180 درجة، هذا الزورق كان قد التقط صورة واحدة لهذا الموقع ونوعا ما كشفت شكل المبنى وشكل الفرقاطة الموجودة والموقع منذ ما يقارب السنة طبعا. وبالتالي إذا ما هبطنا بالقمر الصناعي هنا فستلاحظ بأننا أمام نفس هذا الموقع بالضبط. لنقترب قليلا وسترى هذا هو المبنى تماما، عليه العلم الإسرائيلي، وهذه هي الفرقاطة التي على ما يبدو بأن طائرة قد سقطت بالقرب منها. هنالك صورة أخرى لنفس هذا الموقع متطابقة مع هذه الصورة، وبالتالي كل شيء متطابق مع ما رأيناه، والطائرة المسيرة كانت قد ضربت هذه النقطة من هذا المبنى تحديدا. كيف عرفنا ذلك؟ وذلك من خلال صور الدمار والضرر التي نشرت اليوم من قبل الأوساط الإسرائيلية. تلاحظ هذا الضرر واضح، وهذه منطقة اختراق الطائرة المسيرة لهذا الموقع. وإذا ما اقتربنا من هذه النقطة ستلاحظ أن العلم الإسرائيلي واضح بالنسبة لنا هنا كما هو واضح في الصورة السابقة. تلاحظ أيضا من طبيعة التصميم لهذا المبنى والسقف الحديدي أيضا يبدو باللون الأزرق الفاتح أو السماوي، وبالتالي
وبالتالي إذا ما عدنا إلى الصورة التي رأيناها قبل قليل ونقترب منها هنا، ستلاحظ كل شيء متطابق فعلا من طبيعة التصميم، من طبيعة هذا العلم الذي تحدثنا عنه الآن، وكذلك من السقف الحديدي الذي يبدو باللون السماوي أو الأزرق الفاتح. وهذا يعني أن هذه النقطة فعلا هي التي استهدفت، وهذا يوضح كيف كان هذا الهجوم بالضبط من قبل الفصائل العراقية المسلحة كما تتهمها إسرائيل. هو يوضح أن هذه الطائرة المسيرة كانت قادمة أولا بهذا الشكل ومتجهة باتجاه الفرقاطة، أي أنها أصبحت على المسافة صفر مع الفرقاطة الإسرائيلية من سعر 6، ولكنها لم تصب هذه الفرقاطة، وبالتالي هي أصابت في نهاية المطاف هذا المبنى بهذا الاتجاه، أي على بعد أمتار بسيطة من هذه الفرقاطة. بالتالي إسرائيل كانت محظوظة جدا أن هذه الطائرة المسيرة لم تصب هذه الفرقاطة، ولكن هذا أيضا قد يعني بأن أنظمة التشويش الموجودة في إيلات لعبت دورها في نوعا ما تحييد هذه الطائرة، وجعل هذه الطائرة أن تفقد توازنها أو طبيعة الجي بي اس المرتبطة به، وبالتالي ضربت هذا المبنى في نهاية المطاف، لكنها ضربة خطيرة وخطيرة للغاية. وكذلك أن هذه الصورة توضح أن الطائرة المسيرة كانت قادمة من الشرق، وهذا بالضبط هو الذي تحدثت عنه إسرائيل، قالت بأن هذه الطائرة المسيرة كانت قادمة من الشرق، وبأنها انطلقت من العراق واخترقت كل الأجواء لتصل لهذه المنطقة وتحقق هذه الضربة. وما هو مثير للانتباه هنا أن الفصائل العراقية المتمثلة بالمقاومة الإسلامية في العراق أعلنت اليوم كما تلاحظون الأول من أبريل الاثنين صباح اليوم بأنهم استهدفوا هدفا حيويا في إسرائيل بالأسلحة المناسبة، لم يحددوا بالضبط أين، ولكن هذا هو الهدف الأكثر حيوية الذي ضرب في العمق الإسرائيلي اليوم. وبالتالي واضح جدا بأن الأمور هنا مترابطة كما نتحدث، وخاصة أن الفصائل العراقية منتصف الشهر الماضي كانت قد تحدثت لجريدة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني، تحدث هذا المصدر العراقي وقال لهذه الجريدة بأنهم يريدون القيام بتنفيذ عمليات وهجمات على البحر الأحمر بالإضافة على البحر المتوسط كمرحلة ثانية من التصعيد. ويبدو مع هذه التصريحات الإسرائيلية بأن هذا الهجوم قد جاء بهذا الشكل باتجاه إيلات كما نتحدث الآن، فهذا يوضح طبعا بأننا قد نكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد وقواعد الاشتباك باتجاه هذه المنطقة، لأن في جريدة الأخبار اللبنانية هم تحدثوا عن ضرب البحر الأحمر تحديدا، وفي البحر الأحمر تتواجد القطع الحربية الإسرائيلية، واستهداف مثل هذه القطع الحربية مثل ساعر 6 هو يفتح المجال لجماعة الحوثي لأن يكون هنالك مزيدا من المجال لتحقيق استهدافات مباشرة طبعا على إيلات، من أجل أن تكون هذه الضربات لها فعالية أكثر عندما تقترب من هذه المنطقة وتتفادى كل المنظومات الدفاعية الموجودة على طول البحر الأحمر وفي المنطقة بشكل عام. وواضح جدا أن هذه القاعدة لهذه البحرية الإسرائيلية التي نتحدث عنها كانت هدفا في هذا الاستهداف الواضح من هذه الفصائل. لكن أيضا يجب أن نتذكر بأن العام الماضي في نوفمبر أيضا كان هنالك هجوما بطائرة مسيرة أكدت إسرائيل أنها انطلقت من سوريا وحققت ضربة في داخل إيلات على إحدى المدارس الموجودة في داخل إيلات. والفصائل المسلحة العراقية المتمثلة بالمقاومة الإسلامية في العراق هم متواجدين ويعملون في العراق وفي سوريا، بالتالي الهجمات ممكن أن تأتي من كل مكان، وهذه الفصائل ببساطة هي هددت باستهداف هذه المنطقة، وهو هذا الأمر على ما يبدو يحدث الآن من خلال هذه الأنباء. وكذلك هم هددوا باستهداف البحر المتوسط مما يهدد ميناء حيفا بشكل واضح، وهذا كله يأتي مع تطورات خطيرة نراها اليوم في المنطقة من قبل إسرائيل وبنيامين نتنياهو تحديدا، الذي يصعد بشكل كبير بعدما أوضح نقطته وتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ووضح أهدافه بأنه سيذهب لإقامة اقتحام رفح في الفترة القادمة، ومتوقع بعد رمضان وبعد عيد الفطر ستتقدم إسرائيل باتجاه رفح. هو يضغط بشكل كبير من أجل فتح باب الحرب مع حزب الله اللبناني ويضرب سوريا بشكل عنيف وغير مسبوق، ضربت العديد والعديد من النقاط في درعا وكذلك في حلب وكذلك على الحدود العراقية السورية في الداخل السوري، وضرب دمشق، واليوم وقبل ساعات من الآن كانت هنالك ضربة هي الأخطر على الإطلاق نفذتها إسرائيل، تعدت كل الخطوط الحمراء طبعا الدولية وقاموا
بتدمير القنصلية الإيرانية ومبناها الموجود في دمشق بهذا الشكل والذي يأتي بالقرب من السفارة الإيرانية. طبعا هذه الضربة أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل من الشخصيات المهمة الموجودة في داخل هذه القنصلية. هذه لقطات من السفارة الإيرانية التي خرجت عن الخدمة تماما، وهذه القنصلية الإيرانية مدمرة تماما كما تلاحظون، ضربة غير عادية، لم يبقى شيء من هذه القنصلية كما تلاحظون. والشخصيات المهمة التي قتلت من هذه الضربة الإسرائيلية هو محمد رضا زاهدي، هذا الرجل هو يعتبر من أهم الشخصيات الرفيعة المستوى عسكريا في الداخل الإيراني. هو كان قائد الحرس الثوري الإيراني في الثمانينيات أثناء الحرب العراقية الإيرانية، كان قائدا للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، قائد أيضا القوات الجوية في الحرس الثوري أيضا، وشغل العديد من المناصب المهمة على مستوى هيئة الأركان الإيرانية، وهو يعتبر الشخصية رقم 2 كشخص أكبر عمرا من المناصب الرفيعة الموجودة في إيران، يعتبر رقم 2 بعد قاسم سليماني على مستوى الأهمية من عمليات الاختيار، بالإضافة إلى أن القنصلية هي التي قد ضربت طبعا بكل تأكيد. وأيضا شخصية أخرى مهمة للغاية قتلت بهذه الضربة، وهو رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الثوري الإيراني في سوريا وفي لبنان، وهو العميد حسين أمير الله، أيضا قتل بهذه الضربة التي نتحدث عنها. بالتالي شخصيات رفيعة للمستوى، ضربت القنصلية، خرجت السفارة الإيرانية عن الخدمة، وبالتالي نحن أمام ضربات. واضح جدا أن إسرائيل يبدو من خلالها تبحث عن حرب، تبحث عن إشعال هذه المنطقة، إن كانت مع إيران أو إن كانت مع حزب الله اللبناني، للوصول إلى طريق أكبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي في توسيع هذا الصراع. وطبعا الكل ينتظر كيف من الممكن أن تتطور هذه الأمور.